مشاهد أصبحت من المألوف رؤيتها في منطقة دارفور بالسودان، كهذا الدخان المتصاعد مما تبقى من قرية مزقها القصف الجوي والهجمات البرية. أمام هذا البيت قامت قوات النظام بإطلاق قنبلة تاركة على جسد آدم ذي 7 سنوات حروقا موجعة شوهت وجهه وأطرافه. قوة الانفجار ألقت بي في الهواء. لقد وقع على الأرض وتمكن من العودة إلى البيت بينما كان قميصه يحترق. باب البيت نسف جراء الانفجار. كان يصيح باكياً وتمكن بسرعة من خلع قميصه قبل أن يتلقى النجدة من قبل أشخاص سمعوا صراخه. أما أنا فلم أكن موجودة في البيت. هذه السلسلة الجديدة من الغارات الجوية والهجومات البرية أدت إلى تهجير عدد من المدنيين من مدنهم وقراهم. انتشر البعض على المرتفعات والجبال، أما البعض الآخر فلجأ إلى الأقبية والكهوف. ثريا واحدة من هؤلاء المهجرين هربت صحبة أبنائها 8 بعد أن دمر منزلها جراء القصف. المساعدات الإنسانية تنعدم في هذا المكان منذ 5 سنوات، وأصبح إطعام العائلة من التحديات اليومية. نقدم لأبنائنا الطعام الذي نتمكن من إيجاده ثم نتقاسم ما تبقى منه، وإن لم نجد شيئاً نظل قابعين في ملاجئنا والجوع يمزق بطوننا. لا نملك شيء سوى وجبة واحدة فقط في اليوم. مريم أخبرتنا هي الأخرى بأنها فقدت قريبين في عملية تفجير استهدف بيتها، لكن ما باليد حيلة سوى الصبر والانتظار داخل هذه الأقبية الصاخبة والمظلمة. لا نعلم لماذا تقوم الحكومة بقصفنا، لا نعلم ما هو الذنب الذي ارتكبناه تجاهها. نحن لسنا إلا مجرد مدنيين بسطاء. لن أعود إلى القرية طالما لم يكف الرئيس عمر عن قصفنا. سنظل بهذه المخابئ حتى يداهمنا الموت. يعتبر جبل مرة مهد حركة التمرد ضد سلطات الخرطوم ومعقل جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد النور، حيث تستمر الحرب منذ حوالي 12 عاماً. لكن بعد فترة هدوء نسبي شنت القوات الحكومية هجوماً جديداً أطلقت عليه عملية الصيف الحاسم التي خلفت حصيلة كبيرة من القتلى. الشعارات التي يرددها المقاتلون تزيد من ربطة جأشهم، لكن قائدهم لم يخفي حذره معبراً عن تصميمه في التصدي لأي هجوم من القوات الحكومية. الحكومة طبعاً لو احتل المكان ده ما بكون ده نهاية بتاعنا اللي موجودين، اللي الحكومة طردتهم من تهت وجسكن هنا عشان أنحنا نحموم كأهلنا وأمهاتنا وكده. الحكومة لو خشى هنا ده ما بكون في كارثة في أهلنا. يقاتل جل المسلحين بدافع انتقامي وللثأر لمن قضوا في المعارك من أهلهم وأقاربهم. السبب الرئيسي الذي دفعني إلى حمل السلاح عندما أنجبت زوجة عمي طفلاً قتله الجنود لأنه كان ولداً، وشاهدت أيضاً بأم عيني أطفالاً حبسوا داخل منزل ثم أضرمت فيه من النار وهم أحياء. في شهر نيسان أبريل الماضي فاز الرئيس السوداني عمر البشير بولاية رئاسية جديدة محققاً 94% من الأصوات، ما يجعل الحديث عن عودة محتملة للسلام في دارفور أمراً مستبعداً في الوقت الحاضر، لسيما أن عدة فصائل متمردة تبدو مصممة على مواجهة الحكومة. من جهتها تفند سلطات الخرطوم أي أنباء